انه الزمالك يغلب مثلا نابولي. يعني الفكره ان انت طموحك عالمي مش طموح محلي. فالشركات الثلاثه دهيات، انا بدي حضراتكم امثله للشركات، الاسماء اللي احنا عارفينها يعني، بس الشركات الثلاثه دهيات الحكومه دعمتها بشكل كبير جدا جدا، وبقى في نوع من احنا عندنا في السياسه في الاقتصاد السياسي بنسميها بيرنتنج. بيرنتنج كانه الدوله هي الاب اللي بقت بترعى ابنائها دول، هم تديلهم وتساعدهم وتوجههم وتتفق معاهم علشان نجاحهم نجاح للدولة. ولما ثلاثة نجحوا ابتدى تطلع شركات تانية كتيرة جدا مغذية ليهم في كل المجالات. المجلس الأعلى للصادرات دي، ده يعني فكرة عبقرية عملها بارك تشانغ هي. قال لك بمنتهى البساطة، أنا كل شهر عندي اجتماع، اجتماع يعني اجتماع، يعني هو بيجتمع كل شهر مع أهم المصدرين اللي في كوريا الجنوبية. إيه مشاكلكم؟ اللي ناقصكم؟ ايه اللي مش بيتم؟ يعني ده الرئيس مبارك قال حاجه لطيفه، قال لك التصدير قضيه حياه او موت. ايوه بس عملنا ايه بعدها؟ ولا حاجه، احنا قلنا الكلمتين دول وبس. هو الراجل بقى دماغه كان جد شويه في المواضيع دي، لا بقى بيجتمع معاهم، نعمل ايه عشان نصدر؟ ايه مشاكلكم؟ باحث جاي من اليابان جاي يتكلم، تعالى اعمل برزنتيشن قدامنا، ايه اللي ممكن، ايه الفرص المتاحه لينا في الاتحاد السوفيتي؟ ايه الفرص المتاحه لينا في الشرق الاوسط؟ ايه الفرص الى اخره. اجتماع شهري يعني 12 مره في السنه، ويوم محدد اللي هو 30 نوفمبر ده اسمه يوم التصدير، بيكرموا فيه المصدرين وبيدوا لهم جوائز وبيحيوهم وبيحطوا الهدف الاكبر والى اخره. فزي ما حضراتكم شايفين كده موضوع التصدير بالنسبه لهم ما كانش هزار. كان في تقدم كبير قوي في المدن، بالذات المدن اللي بقى فيها صناعه، وتخلف شديد جدا في الريف. عملوا ايه؟ طب نحل مشكله الريف ازاي؟ فعمل فكره اسمها ساوميل، مش مهم الاسم يعني، انما فكره ساوميل دي تجربه حكوميه عشان نرتقي بالريف، او هم يعني يرتقوا بالريف. نعمل ايه؟ هندي لكل قريه كميه معينه من الاسمنت ببلاش، والقريه اللي هينجح ابنائها في ان هم يستغلوا هذا الاسمنت في ان هم يعملوا مشروع كبير ينفع اكبر عدد ممكن من اهالي القريه، هنمدهم بمزيد من الاسمنت ومزيد من الحديد والى اخره. مثلا نقول كان في 1000 قريه اول سنه، مثلا نجح مثلا 50 قريه في انها تعمل حاجه كبيره جدا، 50 قريه ابتدوا يدعموهم اكتر، ولا فجاء قال لك طب هنبدا تاني نعمل مسابقه في السنتين اللي بعدها الى اخره. فضلوا يدعموا القرى، والقرى بقت بتعمل ايه؟ هو الفكره بيقول لك ايه؟ بيقول لك انا اديت له بس الاسمنت، انما انا خدت منه طاقه فكريه ومجهود بدني، وابتدوا هم يعملوا كأنه حول القرية إلى كيان فاعل عشان ينهض بذاته، والقرى الأنجح يساندها أكتر. تقريبا بيقولوا أنه حوالي 75% من قرى كوريا الجنوبية نجحت في أنها تستفيد من هذا البرنامج وترتقي بأدائها، وابتدوا هم نفسهم يساعدوا بعض، كقرية تساعد قرية تساعد قرية إلى آخره. وبتعتبر دي واحدة من أنجح البرامج اللي الدولة فيها. مرة تانية نفس الفكرة، الدولة هي الأب والقرية وأهالي القرية هم كأنهم الأبناء اللي بيعملوا من أجل مصلحتهم برعاية الدولة. ثقة الشعب الكوري في حكومته دي مسألة برضو مهمة جدا. الشعب الكوري ده عمل حاجات غريبة قوي، احنا ممكن لما اسمعها دلوقتي تفتكروا ان انا ببالغ، مع ان والله هي موجودة في كتب وفي وثائقيات ويحكوا عنها يعني، فارجوكم ما تعتبرونيش ان انا بقول حاجة من الخيال. الشعب الكوري في فترة ما بعد الحرب العالمية الاولى، طبعا لسه طالعين من الاحتلال، وبعدين دخلوا في الحرب مع كوريا الشمالية، فالبلد شبه مدمرة، حتى الغابات تحولت لمناطق قاحلة يعني. وعلى فكرة الحرب دهيت فيها خسارة كبيرة جدا لكوريا الجنوبية، لأنه معظم مناجم الفحم ومصادر الطاقة والحديد موجودة في كوريا الشمالية. فكوريا الجنوبية دولة بلا موارد غير البشر والاستفادة من البشر والتفكير المنطقي والعلمي والعقلاني اللي ممكن يستخدمه البشر علشان يحلوا مشاكلهم. طب يعني نعمل ايه؟ حاجه غريبه انا بقول لكم دي ممكن ما تصدقوهاش، بس كتير من العماله دهيت راحت اوروبا في فتره ما بعد الحرب العالميه الثانيه، كانت فتره الاعمار في اوروبا، تدفقات ماليه ضخمه جايه من امريكا للارتقاء بالوضع الاوروبي. ذهب ناس كتير جدا من الكوريين عشان يشتغلوا في اوروبا، لغايه دلوقتي ما فيش جديد. بس الغريب بقى انه